أحافظ على جسمي صحياً من خلال ممارسة اليوغا والمحافظة على الطعام الذي أتناوله، فأنا أتناول مشروبات نباتية على الإفطار، وشراب اللوز من ألبرو هو المفضل لدي لأنه مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين د ويحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والسكريات. إنني أستمتع به جداً وكذلك عائلتي. اكتشفي فوائد المنتجات النباتية.